ما سألت عن من أن الجرادة فيها خلق سبعة، رأسها رأس فرس، وعنقها عنق ثور، وصدرها صدر أسد، وجناحها جناح نسر، ورجلها رجل جمل، وذنبها ذنب حية، وبطنها بطن عقرب. هذه ذكرها المزي في تهذيب الكمال، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن شريح، لكن العلم عند الله، والله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.